السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وحلوة سهلة وبسيطة سريعة واقتصادية وبكمية كبيرة كما راكم تشوفوا. حلوة جافة تقدروا تخدموها في أي وقت بدون ما تديكم جهد ولا تكاليف. نبدو على بركة الله. نحطوا 3 مغارف كبار زبدة ولا مارغارين تكون طرية على حرارة الغرفة. 3 مغارف ما يعادل حوالي 80 حتى 100 غرام زبدة ولا مارغارين. زدت معها كاس هاد الكاس سعه تاعه 200 مليلتر سكر ناعم اللي هو سكر غلاس. زدت معها ملعقه صغيره هادي بشور البرتقال، تنجموا ديروا تاع الليمون ولا ديروا لافاني كيما تبغوا. زدت زوج حبات بيض على حراره الغرفه ثاني ما يكونوش باردين من الفريجيدير. جيبي الباتور تاعك وحركي كل شيء مليح مليح حتى تحصلوا على خليط يكون كريمي. تنجمي تخدمي غير بيدك، ولكن باش تقلي على روحك التعب ديري بالباتور. نفس الكاس تاع السكر الناعم درنا به كاس زيت. حطيت الكاس تاع الزيت وزدت خلطت غايه. وكيما دائما نقولكم في الحلويات اللي فيها الزيت خلطي مليح مليح حتى هذاك الزيت كاع ما يوليش يبان. شوفي هنايا كيفاش تحصلت على هذا الخليط اللي دروك نبدا نزيد له في الفرينه. حطي كميه من الفرينه اللي ما غاديش نعطيكم مقدار تاعها مضبوط باسكو كل وحده وفرينه تاعها ونحوسوا نلموا العجينه تاعنا برك. زدت معها 10 غرام ما يعادل ساشي واحد تاع خميره الحلوى اللي هي الفرفاره. هنا نبدا نجمع بصباعي، ما تعجنوهاش كما كاع الحلويات، تبقاو تضيفوا في الفرينه بالتدريج وتجمعوا في نفس الوقت حتى تتحصلوا على عجينه طريه ما تنشفوهاش باسكو فيها الزيت. شوفوا كيفاش تكون فريمون ملساء وطريه وملمومه. هنا جبت البلا تاعي، هذا بلا كبير كما راكم تشوفوا، رشيت عليه شويه تاع فرينه ونحط هذيك العجينه ونحاول نوصلها بيدي هكا لكاع السني تاعي من القنت للقنت كيما راكي تشوفي هكا غير بصباعي نمشي فيها. ندخلها الفرن الساخن على 160 حتى 170 درجه. كي نشوف الاطراف ولاو حمرين نشعل عليها من الفوق حتى تحمر. هنا عندي 150 غرام شوكولاته بالبندق، ذوبتها على حمام مائي وضفت لها 3 مغارف صغار زيت. كل 50 غرام شوكولاته نضيفوا له ملعقه صغيره زيت. من بعد نخلطها مليح مليح مع داك الزيت حتى تولي لي ملساء، تولي خفيفه وتولي تلمع. شوفي كي تولي خفيفه. نجيب الكاطو تاعي بعد ما طاب وخليته شويه تفالي، ما راش حامي كاع، خليته شويه تفا. شوفي طاب مليح. نجيب هذيك الشوكولا ونغطي كاع الوجه تاع الحلوى تاعي كيما هكا. تنجمي هنايا في هذه المرحله الا ما عندكش الشوكولا ديري المربى ولا المعجون، حطي الكونفيتير تاعك كاع في الوجه في بلاصه الشوكولا ومن بعد زينيها كيما تبغي. انا هنا رشيت عليها كاوكاو محمص ومطحون، تنجمي ديري نواد كوكو، تنجمي ديري كاوكاو ايفيلي كيما تبغي، كيما تقدري ديري خطوط بالشوكولا. وكانت هذه هي الحلوى تاعنا تاع اليوم. شوفوا السني كبير ما شاء الله. هنا قطعتها درت لي شحال من قطعه، تنجمي تقطعي قطع صغيره ولا قطع كبيره، تنجمي ديريها مثلثات مربعات حتى مستطيلات كيما تبغي. هنا بعد اللي قطعتها بغيت نوري لكم كيفاش الحبه تكون، يجي طالع خفيف هشيش. شوفي دوب في يدك قبل فمك، حلوه من اروع ما يكون. جربيها لوليداتك، ديريها لهم يتقهوا بها حتى لضياف في الغفله ولا تديها في يدك. ما تنسوش ديروا لنا جيم للفيديو. استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه.